في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة ما يعرف بالطب البديل أو الطب الشعبي على نطاق واسع في المدن اليمنية، خصوصا المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. تشهد منازل وعيادات من يمتهنون مهنة الطب البديل أو من يمارسون الشعوذة وأعمال السحر وأدعياء علاج كافة الأمراض المستعصية إقبالا في العاصمة صنعاء وازدحاما لافتا من قبل المرضى. يلجأ المرضى لهذه الأماكن بعد أن فقدوا إمكانية الوصول إلى المستشفيات مع انهيار المنظومة الصحية في البلاد. يقول السكان لم تعد هناك مستشفيات عاملة، وما توفرت فإنها تخصص لعلاج الجرحى والمصابين من مقاتلي الحوثي. الكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة والأوبئة تحصد أرواح اليمنيين. يهرب اليمنيون إلى المرافق والمشافي الصحية، لكنها لم تعد تفي بالغرض، فتتلقفهم هذه المراكز التي باتت منتشرة وفيها من يعملون على أنهم أطباء في جميع شوارع العاصمة صنعاء، بحسب ما نقله موقع يمن مونيتور. وبحسب الموقع نفسه، فإن انتشار هذه الظاهرة نتيجة لاختفاء الكوادر الطبية سيما الأجنبية في مستشفيات العاصمة. غير أن هذا وحده لا يكفي، فما يحدث في العاصمة من ترد خدمي في كل مجالات الحياة وانهيار للمنظومة الصحية لا يقود إلا لسبب واحد، وهو غياب الدولة. فازدهار سوق الشعوذة في اليمن مع انهيار المنظومة الصحية وتفشي الأمراض والأوبئة وغياب الرقابة جعل اليمنيين ضحية المافيا الصحية باسم الطب البديل، كما هو ضحية المافيا الاقتصادية وغيرها من تداعيات وكوارث حرب الانقلاب. العودة إلى زمن الإمامة كما يقول متابعون لم تحمل معها الأفكار الإمامية وسلوكياتها فحسب، بل وجاءت بأوبئتها وعللها أيضاً.